كنت عارفان هالشي. أنا بعرف كل شي أصلاً. كنت شاكك إنه في شي بيناتكن أنتو الاثنين. بعرف إنكن أخبص من بعض. يا ترى بتعرفوا؟ أنتو الاثنين تشبهوا بعضكن. عملتوا المشاكل لكل اللي حواليكن، بس أنا رح أمنعكن عن يلي ناويين عليه. ما رح أسمح لكم تتمادوا أكتر، لهيك خليكن بعاد عني وعن عائلتي، خصوصاً أنتي. خليك بعيدة عن أخي، مفهوم؟ طلعوا من هون على السريع، فهماني؟ يلا تحركوا بسرعة لبرا. لا تخلوني هلا افضحكن واتصرف معكن بغير طريقة. استنى، اسمعني شوي. آخر همي جاية لهون، بس أنا عم بجي لهون لحتى أشوف خطيبتي. وبالنسبة لأنك شفتنا هون مع بعضنا، أنا كنت جوا بالحمام وقت طلعت شفتها فايتة على الغرفة، وأنت دخلت وشفتنا وفسرت الموضوع هيك. يلي صار كان مجرد صدفة. أنت أساساً شو شفت لحتى تفكر بكيفك؟ أنت سكوت ولا كلمة، ماشي؟ سكوت وبس. هو شخص تافه، بس أنت ما بتخجلي على حالك؟ لك أنت ما بتستحي؟ مبسوطة بحالك وأنت واقفة هون مع شخص تافه؟ ما بتستحي؟ أنت متزوجة هلأ أخي، شو واقفة عم تعملي هون بالغرفة؟ أعطيني سبب منطقي لوقفتك هون بالغرفة. شو اللي عم يصير؟ وشو في بينك وبين هالتافه؟ أحكي شو؟ ها؟ عم اسمعكن، احكي شو في بيناتكن؟ يعني ما رح تحكوا؟ يلا خلونا نحكي قدام الكل برا. كل مرة بينمسك هالتافه مع مرة شكل، أنا ما دخلني بحدا، بس اليوم وبعد العرس صرتي مطالبة تقليلي ليش واقفة هون مع هذا التافه. يلا كرام، امشي كرام. شو عم تعمل؟ انت عم تحاول تطالعني غلطانة من زمان صح؟ ليك كاران، تأخرت كتير على هذا الشيء. انت هلأ ما فيك تأذيني؟ مفكر انه عندك شيء ضدي؟ مفكر بتقدر تأذيني بسهولة؟ طيب فيك تروح وتجرب، يلا روح. بس بالأول خليني أذكرك، يمكن رايح عن بالك، قانونياً واجتماعياً أنا صرت كنة هالعيلة هلأ، يعني صرت مرته لأخوك. ريشاب لوترا، وانت شفت شو اللي صار بعينك وكيف رحبوا فيني؟ ايه انا كاشفتك، بعرف وكاشفتك من زمان عم تحاول تقطع ارتباطي بريشاب، بس انا اليوم صرت مرته خلص، لهيك راح عذابك. صراحة ما كنت لحالك، كنت مع رفيقتك هي التافهة اللي اسمها بريتا. ايه صح، تذكرت شغلة كتير مهمة. وين بريتا؟